يعني مستشار مرتضى منصور عنده كابتن ايمن حافظ اهم من لعيبه نادي الزمالك واولاد نادي الزمالك. انا بقولها بمنتهى الصراحه، واللي يزعل يزعل يعني، لان في النهايه كان لابد لو في عقاب لابد ان لو ده اخطا وده اخطا يبقى الجميع يعاقب، لان الشتيمه مش مسموحه من مدير الكوره، ويعني ومش مسموحه من اللعيب برضه، من الاثنين. طيب على المهم نرجع تاني ونقول ان الزمالك بيغيب عنه احمد رفعت نانا بوكو اللي ما جوش التمرين النهارده، اللي هم مستبعدين من معسكر الفريق، وده اللي هيودينا لخبر مهم جدا وحصري. طيب قبل ما نروح طبعا الخبر المهم والحصري اللي هقوله لكم دلوقتي، طبعا انتوا عارفين تم تعيين كابتن محمد الحنفي حكم للقاء القمه الاهلي والزمالك. كنت اول واحد طلعت طبعا منشط مجله النادي الاهلي، وكان منشط مسيء جدا جدا وفي قدر من قله الادب، يعني ده اقل حاجه. يعني كابتن محمد الحنفي ده مثلا راجل عنده زوجه وعنده اولاد، محترم في حاله، يعني حكم 5 ماتشات للاهلي، منهم 3 ماتشات فوز وماتشين تعادل ومنهم ماتش تعادل يعني مسموحه بعد ما الاهلي خد الدوري بمراحل. حكم ماتشين للزمالك او 3 ماتشات، ماتشين للزمالك، ماتش اتغلب من المقصه وماتش تعادل مع الانتاج. فما يجي يتقال هذا الكلام ورئيس النادي الاهلي اللي هو كابتن محمود الخطيب يرضى بهذا الكلام، وبعد كده يجوا بقى الناس دي تعلمنا، ابراهيم منيسي وعبد القيا وابراهيم منيسي مسؤول عن المجال، يجي يعلمنا بقى ويجي يطلع على التلفزيون يقول لنا ايه، ولابد والفتن واثاره المعرفش ايه، ولابد ان احنا نتجمع، وبعد كده النادي الاهلي يطلع بيان شجب لما يفعله مرتضى منصور ضد، ويقعدوا بقى يسخنوا كابتن عصام على مرتضى منصور ازاي يقول هذا الكلام. طب يا جماعه يعني البيت ومن من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. لو انت مش راضي عن ما يفعله مرتضى منصور ما تجيش انت تكتب هذا الكلام عن رجل له زوجه واولاد واسره، والراجل ما عملش اي حاجه اساسا. وبالمنطق وبالعقل لو محمد حنفي ملاكي والاهلي بيكسب معاه والزمالك بيتغلب، يبقى الاهلي ما يجي ياخد فرق 30 نقطه والزمالك مغلوب 9 مباريات، ما لو كان اجره بقى مش ملاكي كان عمل ايه؟ طيب معانا الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره اتحاد الكره المصري، وطبعا رئيس لجنه الحكام. كابتن عصام،